الفنان الكبير حسين فهمي، اهلا وسهلا بحضرتك معانا في وشي، برحب بيك. اهلا بيك، انا سعيد اني موجود معاكم. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. في الفتره اللي فاتت شفنا اكتر من عمل فني وسمعنا عنه ان حضرتك هترجع لنا وهو بقوه في السينما المصريه. بدايه نبدا بس فيلم الكاهن، عايزه حضرتك تحكي لي عن مشاركتك فيه ودورك. بصي، هو الكاهن من اخراج عثمان ابو لبن، ومعايا مجموعه رائعه جدا من الممثلين، محمود حميده، جمال سليمان، اياد نصار، دره، فتحي عبد الستار، يعني مش عايز انسى حد، لكن مجموعه رائعه جدا. استمتعنا جدا بالعمل كلنا مع بعض. هو بيتكلم على الجماعات اللي هي بتتحكم في العالم، بتتحكم في مصائر الشعوب، اللي هي موجوده حوالينا دلوقتي في حاجات كتيره قوي بنشوفها. الدور جديد والرؤيه جديده خالص، وده اللي عجبني فيها الحقيقه. لا، دور بيتكلم على الشخصيات، بقول لك اللي هي، انا مش عايز اقول كتير يعني عشان بس تروح تفرجوا، انما هي الشخصيات اللي بتتحكم في امور العالم كلها وبيحاولوا يتخلصوا من بعض، وهي دي الروايه، هتبقى لذيذه قوي ان شاء الله. شفنا حضرتك كمان في فيلم اسمه الفارس مع الفنان احمد زاهر، عايز حضرتك تكلمني برضو عن مشاركتك فيه وعن دورك. الفيلم اكشن او الحركه، فيلم حركه من بطولة أحمد زاهر، ودي أول بطولة سينمائية لي، وأنا كنت حابب أن أنا أبقى معاه لأن أحمد اشتغل معايا قبل كده، كان عمل معايا كذا حاجة، واحدة منهم كان بيلعب دور ابني، فأنا سعيد أن أنا متواجد في هذا الفيلم معاه، بشجعه. وأنا دوري في الفيلم هي الشخصية المضادة لي، مضادة لي في كل حاجة، في تصرفاتها، في الأحداث بتاعتها، وهو ده اللي متعني وده اللي أسعدني يعني. شفت حضرتك ليك تصريح انه حابب انك تدعم الفنان احمد زاهر، فممكن حضرتك تقول لنا ايه هو سر حبك لدعم احمد زاهر؟ احمد فنان كويس قوي وملتزم ومهتم ان هو ينجح، وانا عايزه ينجح فعلا، يهمني قوي ان هو ينجح كنجم اضافة للنجوم اللي موجودين على الساحة الفنية. هو ممثل كويس، وفي يعني في طبعا حب كبير بيني وبينه نتيجة ان احنا عملنا مع بعض قبل كده. في فيلم كمان شكوكو، ما شاء الله في اعمال سينمائية كتير ورجع لنا في قوة، عايز حضرتك كمان تقول لي عن فيلم شكوكو، حقيقي فعلا انضمت لي. الفيلم اسمه فرقة شكوكو، ده من اخراج ناندو العبد، ومن كتابة ابراهيم عيسى، انتاج احمد السبكي. الفيلم بيتكلم على المجموعات الارهابية اللي موجودة في مجتمعاتنا، وازاي بيبقى في ناس بتحرك هذا الشباب وبتغسل مخه وبتوجهه للاعمال الشر. انا الشرير الكبير اللي موجود في الفيلم. حضرتك هتخرج كده عن طوب الجان. لا، ما خلاص ما بقتش جان بقى خلاص. مهما حضرتك كبرت والله لسه موجوده. تمام. حضرتك كمان في فينك من الدراما؟ يعني في كذا عمل درامي سمعنا عنهم ان هو بالحب هنعدي مع سميرة احمد والفنانة الكبيرة طبعا مع حفظ الالقاب، وفيلم تاني اسم سوري مسلسل تاني اسمه السر، فين حضرتك من الدراما؟ هو السر خلص خلاص، بس لسه ما تعرضش لانه لسه في توزيع، فان شاء الله لما يحصل على التوزيع اللازم هيتعرض المسلسل ده. خلصناه خلاص. المسلسل التاني مع مدام سميرة لسه بنعده، مكتوب وجاهز، يوسف معاطي هو اللي كاتبه، وانتاج صفوت غطاس، واخراج رباب حسين مفروض. طيب حضرتك يعني دول كده اعمال مؤجله، في حاجه تانية حضرتك شغال فيها الفتره الجايه دراما؟ لا، في يعني في كلام لسه، يعني في مشاريع لسه معلقه، يعني لان احنا لسه خارجين من رمضان، فطبعا لسه بنعد للموسم الجاي. يعني في مشاريع هنشوفك في الدراما كمان ان شاء الله.